تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج اللام التي غادي يمشي مباشرة عن عائشة السعيدي. الو صباح النور لالا سناء. صباح الخير، مرحبا عائشة، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. تحية لك وتحية لسبيحة وتحية لخدمة ديال ميد راديو. بارك الله فيك. والإسلام من الحاجة فاطمة الدوري كتسلم عليك بزاف هي وبنيتها. ايه مرحبا بسلامهم، مرحبا. الله يبارك فيك وتحية لهيد الديسة والوالدة ديالها. ايه وعندي تحية لنجاة من هرهورة وليلى أم ياسين وإيمان الشرادي وحافظة مكناس ونعيمة أم عصام وخديجة أم إيمان ملكة أم إيمان وأمينة من أكادير ونادية من فاس وبوتينة من باريس وسهام أم وصال وزويدة الشافعي وكل كل 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 المستمعات والأستاذة ديالنا فدوى وجميع البنات اللي في الكوخ وبهيجة وخولة. ايه تحية لكل المستمعات، كنوجه لهم تحية كبيرة بزاف. السيدة خديجة كتسلم عليك وكتكرم عزيزة على بزاف. مرحبا بسلامة. على الرسول إلا البلاغ. لا لا اختك، شكرا لك بزاف عائشة. نبداو بالاقتراحات اللي غادي تقدمي لنا اليوم. إن شاء الله غادي نعطيك براونيز باغ فغي وغنعطيك واحد البسبوسة بريستيج واحد جوج سيتلات سويني. تفضلي. إن شاء الله عندنا براونيز كناخذوا 120 غرام ديال الشوكولات و 120 غرام، نعطي الطريقة وهذا الشيء. عندنا كناخذوا 120 غرام الشوكولات كندوبوه مع 120 غرام الزبده وكنزيدوا عليه 120 غرام السنيده وخارج من بعد كنزيدوا جوج بيضات 65 غرام ديال الطحين مع مليحه. صافي كناخذوا هذيك كنضربوا كل شيء المقادير كناخذوا واحد المول مستطيل او دائري او اللي موجود في الدار كنفرشوا ليه بابيس الفريزي وكنخويو المقادير اللي عندنا وكنخليو واحد نص كاس. هي كناخذوا واحد كناخذوا 60 غرام ديال السكر مع 220 غرام ديال الفرماج بيض كنطربوهم مزيان مع واحد البيضه حتى ينسجموا الخليط مع بعضه وكنزيدوا فيه 60 غرام ديال الطحين. صافي كنخوي على الخليط الثاني. تدلو. صافي كناخذوا داك الكويس اللي خلينا كنديروا داك بحال كنديروا معلقه باعدين ديال الشوكولات الاسود اللي بقى عندنا داك الخليط ديال الشوكولات. مفهوم؟ ايه مفهوم. صافي كنجرو بالموز كنبقاو نلعبو بالخطوط كنجرو هاك وهاك حتى كنديرو كنجرو كامل وكنحطو نطيبوه على درجة 160 لمدة ثلث ساعة كنخرجوه. صافي كنخرجوه اللي كتقطير كيجي فيه دو كولور. الله يعطيك الصحة. عندنا بسبوسة بريستيج اللي هي ثلاثة البيضات واحد صافي ديال سريعة الذوبان أولا معلقة كبيرة. عندنا 4 حتى 5 معالق ديال الكاسونات. 200 غرام ديال كريم فريش او حق الكريم فريش. 50 غرام ديال الزبده مذوبة. قطرة من روح الكراميل. جوج معالق ديال الكاكاو المر. كنخلطو هادشي كله وهاد المقادير كلها هي مزيان حتى كتنسج لينا مع بعضها. واخا لا سمحتي ثلاثة البيضات وقلنا ساشي ولا معلقة قهوة سريعة الذوبان. 4 معالق ديال الكاسونات حتى 5. ايوا علبة القشطة الطرية. 50 غرام ديال الزبده مذوبة. قطرة من روح الكراميل. جوج معالق ديال الكاكاو المر. كنخلطو كلها هي المقادير مزيان حتى كتخلطينا. كنزيدو على 60 غرام الكوك مع 200 غرام ديال السميدة الرقيقة مع خمارة وحدة. 60 غرام ديال الكوك و 200 غرام السميدة الرقيقة مع خمارة. هكداك واخا. صافي حنايا خلطنا القناصير كلها هي راه كتجي كحلة. كندخلو لا إما في إلا بغيتي زعما تفني عليها كنديروها في المقادير داك القوالب الفردية. كندخلوها لا الفران ملي كطيب كنخرجوها. كنكونوا وجدنا نص ديال الحك ديال مركز محلى كراميليزي. وكنطلقوه 175 غرام ديال الماء 75 غرام ديال الماء حتى يذوب. كنبقاو نحركو فيه في الكاسرولة حتى كيذوب وكنسقيو به داك البسبوسة. وكنديرو اما لوز كونكاسي ولا الكركاع ولا اللي موجود عندنا في الدار. يعطيك الصحة. بسبوسة بالكراميل بريستيج تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. عندنا طريقة ديال الفصيلة ميكس زوينة حتى هي. عندنا دجاجة كناخذو الدجاجة اللي لقيناها وصيبناها وقديناها حامضة مصيرة عطرية الحوت صدر الثومة جوج كيسان الماء. فاش كيطيب هاد الدجاج كيطيب بلا زيت. كنشدو الدجاج كنسدو عليه حتى كيطيب لينا كندوزو ناخذو إلا درنا الحوت كندخلوه الفران الحوت البيض كنحطوه فوق البابي سيكريزي كندخلوه على الفران غير يبدا يطلق لينا داك الحليب ديالو كنخرجوه. صافي كنخلطو مع هاد الحليب ولا درنا الكالامار. انا ثاني انا شفتي درت فيها الكالامار. كتاخذي كيلو الكالامار كديري عليها لما حمضه معصره ورقه سيدنا موسى الملحه كديريها ثلث ساعه في الكوكوط. هاد الكالامار باش كيجي كيزبده ما كيجيش قاصح
تنسدو اللي كنديرو في الكوكوط كيلو كلي ديال كالامار مع سيترود الماء مع حمضه معصره مع مليحه وشوراق سيدنا موسى كنزيرو على الكوكوط حتى تزاد النزال الصفر لينا كنحسبو 20 دقيقه كنحلو على الكالامار كنلقاو طايب كيزبلة زعما كنحطوه حتى هو على جنب كناخذو له واحد المقيله كنديرو فيها مسكه ديال الزيت كيرو بصله نقطعها مربعات الشحره كنديرو نجيبو حتى تحل لينا كنزيد عليها الشابينيون مقطع كنزيدو عليها لالا شابينيون مقطع كحال كنزيدو شابينيون بيض تا هو مقطع وكنزيدو عليها العطريه ديال الحوت هي صافي وكناخذو لالا شويه الشعريه الصينيه تا هي كنكونو مرطبينها في الماء وقصيناها بالمقص وحطيناها كنخلطو كل هاد المقادير كلها هي مع الهريسه كنزيدو الهريسه تا هي كتعطي واحد البنه صافي مليحه وبزار والهريسه كنخلطو كلشي هاد المقادير كلها هي مزيان داك الماء اللي طافي الدجاج كنحيدو الدجاج كنفرتوه داك الماء كنخلطو فيه هاد المقادير مع الكالامار باش كيطلق ليك البنه ديال صافي ملي كنطلق البنه كنخلطو كلشي المقادير اللي عندنا كناخدو لنا الوريقه ديال البسطيله الا بغينا ديال فردين نديرهم بغينا نديرهم في المول ديال في المول العجيب نديرو اللي دابا دابا تبارك الله قوالب يعني كثير ديال البسطيله الصراحه دابا كلشي دابا تبارك الله كيفنن في داكشي صافي وكنطيبوها وكنخرجوها كنقدموها بالصحه والراحه تبارك الله عليك عائشة السعيدي مشكورة جدا على هذه الاقتراحات تبارك الله دائما جديد ومميز من عندك الله يبارك فيك مشكورة صباحك مبروك الله يبارك فيك شكرا لك بزاف الله يبارك فيك إذا نتمنى تكونوا سجلتوا معنا هذه الاقتراحات ديال المستمع عائشة السعيدي اقتراحات اللي هي سهلة وراقية وبسيطة جدا في المقادير ديالها وحتى الطريقة كذلك